7 مارس 2022. نوري لكم مقطع برك من نهج الإخوة بوشامة اللي هو سابقا شومان ديدام. كما الهبطة هادي لاريو عميرش جامعة التقوى اللي اون فاس ليه. هذه بالنسبة للناس اللي عندهم بزاف ما شافوش الحي هذا يقدروا عبر هذا لا فيديو يسترجعوا ذكريات ويشوفوا يعني بلا صاحبين يشوفوها. كونستانتين مافيل باج سير فيسبوك، كونستانتين مافيل شان يوتيوب.